عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل السلسلة التي بدأناها عن أصول الانحراف. تكلمنا في المرة الماضية عن استعادة الثقة في الوحي، وأنه ينبغي أن نعود ونتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ولا سيما في الاستهداء، طلب الهداية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كمال الاستهداء، كمال الهداية، أن تتبين طرق الضلال حتى لا تسير فيه. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، إن أو لتستبين سبيل المجرمين، حتى القراءة دي أو القراءة دي، حتى تظهر وتتضح وتتطلب بيان سبيل المجرمين. وتكلمنا ان هنحاول نستبين سبيل المجرمين من خلال بعض الكلمات التي قالها المجرمون في كتاب الله سبحانه وتعالى، اخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فنتبين من خلالها كيف يفكرون، ما هي معتقداتهم، حيث الانسان يتبين طرق الضلال فلا يسير فيه. يعني قبل ان ابدا الأصل الأول، أو يعني مش الأصل الأول، يعني عايز أتكلم في مقدمتين سريعتين. الأولى إن تأكيد مرة أخرى عشان الناس اللي ما استحضرتش معنا المعنى ده، والمعنى اللي هقوله ده مبسوط ومش فرحان، يعني مبسوط يعني مفروض يعني مبسوط في درس مميزات الخطاب القرآني في تقرير العقائد، إن القرآن له طريقة مختلفة في تقرير العقائد أو في الرد على الشبهات، تختلف عن أي كتاب آخر، بل بتتميز عن أي كتاب آخر، مع الاحتياج إلى الكتب الأخرى اللي بتفكك الشبهة المعاصرة وبتبين مدى إسقاطها على واقعنا، لكن القرآن له طريقة مختلفة. وزي ما ذكرت شرحت ده بالتفصيل اللي عايز يرجع للدرس، وأنا أرى أنه مهم قبل سماع هذه السلسلة سماع درس مميزات الخطاب القرآني. نموذج سريع لذلك: لما جاء أبو الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم بيطرح عليه عرض معين بعد التضييق على الدعوة، إن التضييق على الدعوة كان مستمر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبالرغم من ذلك الأتباع بيزدادوا، الأتباع يزدادون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه عرض، فجاب عرض ماء ومقدمة طويلة: إحنا كنا قبيلة واحدة، أنت جيت فرقتنا، وجاب مقدمة عاطفية قوية جدا، مدخل عاطفي، وبعد كده عروض مبهرة، قال له: لو عايز ملك ملكناك، لو حاسس ان في مشكلة طبية نجيب لك احسن طبيب، لو اللي انت جيت بيه ده بتبحث بيه عن انك تبحث عن تتزوج، نجيب لك احسن واحدة نجوزها لك. قعد عرض عليه عروض، يعني دخل بمقدمة عاطفية وعروض كتير، وان كان كتاب السير حللوا العروض دي وحللوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش مثلا لو أردت ملكا ملكناك. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الملك وينفذ اللي هو عايزه، لكن في فرق بين الملك اللي بيعطى إليك وبين اللي أنت بتحصله. الخلاصة يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت ما تعرفش القصة، يعني تخيل أنت ما تعرفش رد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليك مقدمة عاطفية وعروض بتنافي مبادئك، أنت كان متوقع أنك هترد على الجزء العاطفي الأول، أن هو مليء بالأخطاء، وكل عرض من العروض دي اتهام ليك في مبادئك. الرد كان مفاجئ، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وقرأ عليه صدر سورة فصلت، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار بالعذاب، فخاف أبو الوليد، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فالغريبة هنا إن الرد عجيب، والأعجب إن الرد جاب أثر، يعني مش مثلا ده منهجنا وخلاص فإحنا هنقوله، لا، ده بالفعل الرد جاب أثر في أبي الوليد وخلاه ينسى كل العروض اللي قالها، ورجع بغير الوجه الذي ذهب به إلى قومه، بل قالوا له: لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. فإحنا محتاجين نستعيد هذه الثقة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قلت لكم، والمعنى ده لابد إن الواحد يكرره كثيرا كثيرا، إن طريقة القرآن مختلفة في العلاج، مش بتعالج الشبهة مباشرة، بتعالج الأصول. فبالتالي لما
القرآن يعالج قضية زي العلمانية أو الليبرالية أو أي قضية، هو بيعالج أصولها. أنت ممكن يهيئ ليك أن القرآن لم يتكلم في مثل هذه الأمور، يهيئ ليك أن القرآن لم يتكلم في مثل هذه الأمور. القرآن، ودي ركزوا معايا، بيصنع اللي هيسيب نفسه للقرآن، وده كان في درس إعادة الضبط، اللي هيسيب نفسه للقرآن ويدور مع القرآن حيث دار، هيصنع مناعة قوية، هيصنع إنسان مسلم عنده مناعة قوية لكل الأفكار اللي بتؤدي للضلال والانحراف. اللي هيدور مع القرآن حيث دار، القرآن هيصنع إنسان مسلم لديه مناعة قوية تجاه هذه الأفكار، حتى لو ما يعرفش الأفكار الضالة اللي بتطرح عليه، هو عنده مناعة. عارفين المثل بتاعنا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، هو كده القرآن بيخليك تمشي عدل. يعني القرآن بيضبطك، يخليك تمشي عدل، ما تنحرفش، حتى لو انت مش عارف ومش متبين سبل المجرمين. وان كان ده مهم لبعض الناس ان يتبينوه، كنا شرحنا ده في سورة الأعراف، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط. ازاي سيدنا شعيب كان عنده فهم وتصور للمناهج المتبعة لصرف الناس عن الدين. فمسألة تتبع مناهج الضلال والتقارير اللي بتبث من الاستخبارات وغيرها، ازاي يضلوا المسلمين وازاي يهجموا على المسلمين ويغيروا أسس دينهم، ده مهم لبعض الناس لكن مش لكل الناس. فالخلاصة ان الانسان يدور مع القرآن حيث دار، هيكفيه مؤنة القراءة في كثير من الكتب والاطلاع على كثير من القضايا، لكن هو يكون مسلم صح على كتاب الله سبحانه وتعالى. دي المقدمة الأولى. الثانية ان الطريقة اللي احنا قلنا هنمشي بيها ان شاء الله، يعني ترددت فيها كثيرا، وزي ما قلت لكم احنا هنمشي بطريقة ايه؟ العشوائية المنظمة. بالضبط كده، احنا هنجيب شوية اصول على بعضها كده ونخلطها في بعضها، وانا اديها لكم وربنا ايه يوفقكم ويعينكم. كنت كاتب مجموعة من الاصول الكتير، حسيت ان هي هتاخد وقت ولنا فيها صحة، انا اصلا جاي تعبان النهاردة وملحقتش احضر، ودي مشكلة ان انت دايما تفضل تأجل عمل اليوم الى الغد، وانك انت معتقد ان الديدلاين انت هتخلص قبله، وتتمنى يوم زيادة وبيجي لك يوم زيادة وبرضه تضيعه. صلوا على النبي. فأنا آثرت ان احنا ندمج الأصول المتشابهة مع بعض في درس واحد، وهتبقى المشكلة في تسمية الدرس، مش عارف هنسميه ايه، المشكلة المتكررة. يعني كان كل أصل من الأصول اللي هشرحها النهاردة كنت مفرده بدرس، فحاولت أدمجهم مع بعض بحيث ان ظني ان الناس ما عادتش محتاجة نوع من تبسيط الأفكار، عايزة أفكار مركزة، الناس سمعت وقرأت والسوشيال ميديا فتحت أفاق الناس على كثير من القضايا، واللي هيعوز نوع من البسط في الطرح ومناقشة الفكرة اللي هنقولها بطريقة فكرية عميقة، هدله على كتب، يعني بحيث ان احنا نحاول قدر المستطاع السلسلة تغطي شريحة أكبر من الناس اللي عايز الخلاصة، وإزاي القرآن بيعالج هذه القضايا بنوع من التركيز والبساطة. خلاص احنا هنقوم بده مع بعض في الدرس. أثناء الدرس هيكون في بعض المصطلحات الصعبة شوية بتخاطب الناس اللي مهتمة بالقراءة الفكرية وقطعت شوط في قراءة اللي الرد على الأفكار الضالة، أو تلبست بهذه الأفكار من حيث ولا تشعر، وكانت مهتمة ومنبهرة خاصة في آخر 10 سنوات في اهتمام كبير بالقراءة في الكتب الفكرية. اتكلمت على ده قبل كده، مسألة الاهتمام بالروايات والقراءة في الكتب الفكرية مع ضعف تأصيل شرعي، وده أدى لأن الناس قد تتلبس بأفكار مش إسلامية صرف يعني. فهيكون في بعض الدروس، وللأسف الواحد بيعتذر عن ذلك، استعمال بعض المصطلحات أو ذكر بعض الأسماء يعني اللي تكلمت في هذه الأفكار الضالة، فإحنا هنحيل على مراجع للرد عليه إن شاء الله. نبدأ مع بعض. الأصل الأول من أصول الانحراف، ممكن تقول الأول والثاني والثالث والرابع، يعني مجموعة أصول في الأول كده. بيبدأ القرآن بعد الفاتحة، وده شيء الواحد بيسأل فيه كثيرا وبيستدعي الانتباه، ان القرآن بدأ بسورة البقرة على عكس، او مش على عكس يعني، على غير ما انزل. اول ما نزل من القرآن كما قالت امنا عائشة، اول ما نزل من القرآن الايه؟ المفصل، فيه ذكر الجنة والنار. بداية القرآن بالمدني مش بالمكي، ده امر محتاج بحث وتدبر ومدرسة.
لكن كمان سورة البقرة سورة عظيمة، يعني مقاصد سورة البقرة وفهم مقاصد سورة البقرة، وأنا أزعم ذلك، وكمان وآل عمران مقاصد فهم البقرة وآل عمران بتبني هوية مسلم قادر على مواجهة كل أصول الانحراف. أنا أزعم ذلك، يعني إن دراسة وفهم سورة البقرة ومعها كمان آل عمران تجعل الإنسان مسلم واعي لكثير من قضايا الانحراف الموجودة، وإن يكون مسلم متأصل تأصيل متين. فإنك اوعى تستخسر إنك تدي من عمرك سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة لمدرسة، طبعا لحفظ ومدرسة وفهم وقراءة تفسير سورة البقرة وآل عمران. اوعى تستخسر ده، يعني احنا بندي أعمارنا الحاجات كتير، اوعى تستخسر إنك تدي وقت إنك تعايش سورة البقرة وآل عمران. تبدأ سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ها، الذين يؤمنون بالغيب. طبعا دي كانت صدمة، أنت متصور صدمة كبيرة، يعني إن المصحف يبدأ، أنت تخيل أنت بتدي واحد ما بيؤمنش بالدين ملحد، يؤمنش بأي رسالة من السماء، فبتدي له القرآن، فبيفتح القرآن بعد الاستفتاح إنه بيطلب الهدى، فربنا بيقول له لقد جاءك الهدى الذي تريده في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهدى في الفاتحة، فربنا بيقول لك في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى الذي تطلبه موجود، لكن لن يستفيد من هذا الهدى إلا أول وصف من أوصاف المؤمنين بالهدى، أو اللي هيستفيدوا من الهدى، أو اللي هيستضيئوا بالهدى، الذين يؤمنون بالغيب. يعني من أول لحظة أصحاب التفكير المادي البحت اللي بينزعوا من تفكيرهم مسألة قضية كبيرة جدا، عالم اسمه الغيب، رافض إن يكون في عالم اسمه الغيب، ولا يؤمن إلا بما يرى فقط، ده مش هيستفيد من القرآن، بل هذا لن يؤمن. يبقى الأصل الأول من أصول الانحراف اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، اللي أنا شايف إنه هو أصل عظيم من أصول الانحراف، وكثير من آيات القرآن حذرت منه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، قول اليهود لقول بني إسرائيل لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى، لن نؤمن لك حتى نرى، أي لن نؤمن إلا بما نراه. عايزين نؤمن، قالوا أرنا الله جهرة، أنا شايل عالم الغيب من حياته تماما، لا يفكر، ولا مش بس لا يفكر، لا يؤمن. يعني أي معلومة هتقولها له، أي طرح هتطرحه عليه، أي عقيدة هتكلمه عليها، هتكلمه عن الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، يقولك لا، كلمني بما إيه، كلمني بما إيه، بما أرى، عايز أشوف. سيدنا موسى يكلم فرعون عن الدين، يقول إيه، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ليه عايز إيه، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني هو بيقول له أنا لازم أشوف، يقول له أنا مش مصدق. لا، إحنا نعمل، يعني سيدنا موسى يرد عليه ويفحمه ويخبره من رب السماوات، من رب السماوات والأرض، ويخبره عن الشمس والقمر والمخلوقات وتدبير الله سبحانه وتعالى والأمم السابقة، ويتكلم معه سيدنا موسى ويحصره ويبين له مدى ضلاله وعجزه عن الرد. ثم بالرغم من ذلك فرعون لما حب يهرب هرب للمنطقة المادية، قال لا أشوف الأول، أنا لن أؤمن إلا بما أرى. طبعا يعني قدر إن هو يلعب لعبة يضحك بيها على الناس، إن هو كأنه هيبحث وهيبذل المجهود البحثي زي ما بيدعوا الوقت الملاحدة، البحث زي ما بيقولوا كده، البحث عن الإله في المعمل، وده تصور عقيم، فكرة التصور المادي. فنشأ تصور مادي صرف لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا فقط، وده مصيبة. هنتكلم دلوقتي إزاي إن القرآن أشار خطورة العقيدة دي، لأن هي بتصبح عقيدة، هي بتبدأ الأول بمجرد فكرة منحرفة، فكرة ضالة، وظاهرها إن واحد يقول لك أنا ببحث عن الحق، لكن أنا إيه اللي يخليني أصدقك؟ يعني إيه اللي يخليني
أصدق أي فكرة تطرح علي إلا لما أشوفها وأجربها بنفسي. فالفكرة دي قائمة على إيه؟ الفكرة دي قائمة على إن ببساطة كده الكون كله اللي إحنا عايشين فيه أشبه بصندوق مغلق، صندوق مغلق إحنا عايشين جواه، مفيش حاجة براه، لا يجيله رسالة من خارجي، ولا في إله ولا في ملائكة ولا في رسالة سماوية جت، ولا في أي حاجة. إحنا الدنيا اللي إحنا عايشين فيها دي وفقط ذلك. وركزوا معايا، دي نقطة مهمة اللي أنا هقولها دي وبتفرق في كل أصول الانحراف، إن دايما الفكرة الضالة المنحرفة بتبدأ بظاهرة حاجة بسيطة. إحنا هما بيقولوا لسيدنا موسى ورينا بس وإحنا نؤمن، لن نؤمن لك حتى نرى. يعني إحنا كل اللي بنطلبه إن إحنا مش هنؤمن غير باللي إحنا شايفين. الفكرة دي بتمتد، ودي بقى ركزوا معايا، وده اللي حصل اللي بيتابع يعني تاريخ أي فكرة وتطورها، زي ما اتكلمنا في سورة الأعراف عن تطور الأفكار، إن هما الأول يقولوا وجدنا عليها آباءنا، إذا فعلوا في حش قالوا وجدنا عليها آباءنا، وبعدين يقولوا إيه والله أمرنا به، بيحصل تطور في الفاحشة. واتكلمنا على مسألة تطور المجتمعات في الفاحشة في سورة الأعراف. لا، هنا إزاي نتعلم إن إحنا تبدأ الفكرة بخط، وبعدين نمشي نمشي نمشي، نفاجأ إن نهاية الخط ده قمة الضلال والانحراف. وده اللي حصل دلوقتي، الحضارة الغربية الآن هي في قمة الانحراف والبعد عن أخلاق، يعني أشبه به الأنعام زي ما القرآن وصفهم، بسبب إن هم مدوا الخط الآخر، إن بتنشأ الفكرة في أولها لن نؤمن لك حتى نرى. تيجي الفكرة دي من سورة البقرة تفضل تمتد والقرآن يفصل فيها لغاية لما تنشأ عقيدة تانية زي في سورة الجاثية، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني مفيش حياة تانية، لا يوجد أي حياة أخرى، مفيش أي حياة أخرى. يبقى الفكرة بتنشأ إنه بيدعي أنه لن يؤمن إلا بما يراه، تتطور الفكرة إن هو يرفض وجود أي حياة أخرى. طيب لما شخص يرفض الغيب ولا يؤمن إلا بما يراه، وهنتكلم دلوقتي على النظرة المادية دي وخطورتها، وفي الآخر اللي هو بتعبير القرآني إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز أي عالم آخر، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني هو عايز الدنيا بس وراضي بيها وعايش فيها، مع إن أصلا ربنا سبحانه وتعالى في أعظم الصور اللي تكلمت عن التحذير من الفتنة وعن نعمة الوحي الذي أنزله الله للتحذير من الفتن، سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في السورة اللي حذرت من الفتن قال ربنا سبحانه وتعالى في أول فتنة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني من أول لحظة ربنا بيقول لك، ودي هنتكلم عنها إن شاء الله في طريقة القرآن في التحذير من الفكرة الضالة دي، إن القرآن حط مركز أو يعني حط حجم للدنيا ما شافهاش تمتد. اللي حصل دلوقتي إن الدنيا بقت هي كل حاجة، أصبحت الناس لا تفكر إلا من خلال هذه الدنيا. يبقى تاني عشان ما نتوهش، الأصل الأول من أصول الانحراف ممكن نصيبه لأن نؤمن لك حتى نرى، ده احنا ممكن نسميه أو ممكن اللي بيسمى النظرة المادية أو الفلسفة المادية، لا يؤمن إلا بالمادة، لكن أي حاجة غيبية تيجي تكلمه عن الغيب لا يقبل، مش عايز يصدق، يقول لك لا أنا اتكلمه عن ربنا، يقول لك لا أشوف الأول. والعلم الوقت بيتطور، جايز والعياذ بالله كما يقول الملاحدة جايز نكتشف ربنا، لأن هو متخيل إن الحياة كلها على مقدار الحواس فقط. لما تيجي تبص في سورة البقرة في آية محورية جدا، سورة البقرة يا جماعة زي ما قلت لكم سورة عظيمة، بتتكلم على الجزء الأول انحرافات بني إسرائيل. اللي يجمع مقولات بني إسرائيل في الجزء الأول من سورة البقرة ممكن يحضر سلسلة في أصول الانحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن إحنا هنتبع سنن من قبلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في جزء من الأمة دي هيمشي وراهم. فاللي يجمع مقولات بني إسرائيل والتحذيرات الأولى، يعني الجزء الأول من سورة البقرة تأسيس يخليك تعرف تدخل الأحكام الشرعية اللي في الجزء الثاني بدون مراوغة زي ما كانوا بيعملوا بني إسرائيل، كانوا بيروغوا.
في آية محورية بتبين أسباب انحراف بني إسرائيل، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجدن لهم أحرص الناس على حياة. ولا تجدن لهم أحرص الناس على حياة. يبقى المشكلة بدأت لن نؤمن لك حتى نرى، أصبحوا أحرص الناس على حياة، انتهت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص اكتملت المنظومة بتاعتهم، الرؤية بتاعتهم اكتملت، النظرة بتاعتهم اكتملت، نظرتهم للحياة لا نؤمن إلا بما نرى، لا نصدق إلا بما نرى. تجد سورة تانية، سورة النجم مثلا، وتكلمت عن سورة النجم، أنا هلتقط مشهد بس ذكرته في سورة النجم. لما تيجي تبص في سورة النجم، هو معنى كلام الراجل ده ايه؟ معنى نظرة النظرة المادية دي معناها ايه؟ الاصل المنحرف ده معناه ايه؟ معناه ان هو يرفض يصدق اي شيء الا اللي ايه؟ الا اللي بيراه بحواسه، حاجة يشوفها بحواسه ساعتها يقبلها، اي معلومة اخرى رافضها. فربنا في سورة النجم من اول لحظة ربنا بيقول ايه؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم كانوا بيهتدوا بيه، شيء حسي بيساعدهم في الهداية، بس الهداية الحسية في الطريق. فربنا بيقول له ده انت المفروض تثق في الوحي أشد من وثوقك في الماديات. الماديات دي النجم قد يهوى، والنجم إذا هوى فلا ترى النجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لابد أن تكون أشد ثقة في الوحي من ثقتك في حواسك. ده سورة النجم بتعكس الموضوع، يعني مش بتقول له خلي عندك يقين في الوحي وده غيبيات زي ما عندك يقين في الماديات، لا لا لا. القرآن هنا بيستعمل أسلوب مختلف تماما، بيقول له أنت لازم تثق في الوحي أشد من ثقتك في حواسك. الحواس قد تضل، الإنسان قد فهمه لشيء، وده اللي بيحصل أصلا، واللي بيتابع أي تطورات علمية، بل هما دايما يقولوا النظرة المشهورة للعلم، وهشير إلى كتب ليها، هل العلم تقدمي ولا تراكمي ولا العلم إيه؟ تقول لا، العلم ثوري، العلم تظهر نظريات وبعدين تنهار وتظهر نظريات تانية وتنهار. يعني إذن أنت المفروض يكون عندك شيء ثابت مش شيء متغير، ثابت ده عندك هو الوحي. لذلك اللي يقرأ سورة النجم، الناس اللي بتحب الكلام الكبير والكتب الفكرية، اللي يجي عايز يقرأ في نظرية المعرفة، فين الناس اللي بتحب الكلام الكبير؟ الابستمولوجي، الناس اللي الابستمولوجي بعضهم بيقول هي نظريه المعرفه، ايا كان. يعني تخيل انت بتقرا نظريه النجم وبتعلي لك المساله دي. سوره النجم من اكثر الالفاظ اللي تكررت فيها لفظ، حد فاكر سوره النجم زمان؟ الالفاظ اللي تكررت فيها لفظ ايه؟ لفظ الرؤيه، فرأيت ملات والعزة، أرأيت، لفظ الرؤية تكرر، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لفظ الرؤية تكرر. عارفين لما الإمام البخاري كان بيشترط في قبول السند اللقية والمعاصرة، إنه كل راوي يعاصر الراوي، إما اشترطوا المعاصرة فقط. يعني لو أنا جالي سند حديث فلان عن فلان، بعض الأئمة اشترط لو فلان ده ثبت انه عاصر فلان، مجرد ان انا اعرف ان ده كان في عصره، وده لا يكذب، وده ثقة ثابت، وده ايضا ثقة، بما انهم متعاصرين ولا يوجد مانع مستحيل من التلاقي، بما انهم متعاصرين انا محدش ثبت عندي يقين ان هم التقوا، بس انا ثبت عندي المعاصرة بالنسبة لهم وده ثقة، فده كافي في صحة سند. لان البخاري اشترط شرط اعلى، لا، ثبوت المعاصرة والإيه؟ وإنه يلتقي. سورة النجم بتقولك مش بس حصل لقاء، ده فكان قاب قوسين أو أدنى، ده قمة اللقاء، ده قمة القرب في اللقاء. وأوحى إلى عبده ما أوحى، الموضوع كان في قمة السند المتصل، ووصل للسند إنه رآه. أنت بقى عايز تجيب علومك الدنيوية المتغيرة اللي مليئة بالتغيرات لثقة الوحي. ذلك القرآن بيتعامل في سورة النجم ان اللي هيفكر بالتفكير المادي فقط انت مش هتوصل معاه الحاجة. ربنا بيقول ايه؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة
الحياه الدنيا. اللي عايز حياه دنيا بس انت مش عارف تتفاهم معاه، وده من اول لحظه في القران الذين يؤمنون بالغيب. يعني من اول لحظه في القران اللي هيتعامل تعامل مادي صرف مش هيوصل معاه الحاجه. وده كتير في المناظرات، حتى اشهر داعيه الالحاد المشهور دوكنز لما يتزنق في المناظرات هو مصمم ان هو عالم مادي صرف فقط، وكل ما يزنقوه في المناظرات هو بيهرب بيراوغ بطريقه مضحكه. يعني حتى لما يعني بيقولوا طب وافترض ان كان في اله، برضه بيبدا يصف الاله بتصور مادي. هو خلاص الفكره دي لما بتسيطر على الانسان هو اشبه اعزكم الله بالانعام، زيك ربنا بيقول في سوره عبس. الفارق بيننا وبين الانعام، الفارق الرئيسي بيننا وبين الانعام في التعامل مع النعم المحيطه هو النظر. احنا بنشترك مع الانعام في التمتع، متاعا لكم ولانعامكم، بنشترك مع الانعام في الايه؟ في التمتع بالنعم. بنخالف الانعام فلينظر الانسان، الانسان اللي ربنا كرمه، لقد كرمنا بني ادم، فلينظر الانسان الى طعامه، ما وراء الطعام. المفروض لما يتحط قدامك اكل، الانعام بيتحط لها الاكل ايه؟ تحط راسها في الاكل وتاكل. بس. وعايشه حياتها يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. ففي واحد بياكل كما تاكل الانعام. شوف التعبير القراني في سوره محمد، يتمتعون وياكلون كما تاكل، يبقى في واحد بياكل لا كما تاكل الانعام. في سوره عبس، فلينظر الانسان الى طعامه. أن يقعد يفكر، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أما يقعد كده كل النعم دي، فربنا يقول في الآخر إيه؟ بنشترك مع الأنعام في التمتع، متاعا لكم ولأنعامكم، لكن نخالف الأنعام في الإيه؟ في التأمل. ذلك هنقول دلوقتي تطور التفكير المادي ده وصل لإيه؟ لكن تاني عشان نثبت الكلام، القاعدة الأساسية إن أول أصل من الوصول الانحراف التفكير المادي الصرف، وده للأسف انتقل إلى بعض أهل الدين. طيب التفكير المادي الصرف ده بدأ لن نؤمن لك حتى نرى، وصل إلى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فوصل لمرحلة رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، أصبح لا يفكر إلا من خلال هذه الدنيا، رفض تماما أي طرح يجيله في غاية. طيب إيه خطورة ده؟ يعني إيه خطورة إن واحد، يعني إحنا عايزين نشوف الفكرة بقى لما نوصل الفكرة لآخرها، إيه خطورة إن واحد يقول لك أنا لا أؤمن إلا بما أراه فقط، أي كلام هتقوله لي. يعني ذلك حتى لما تيجي مثلا تكلم واحد ملحد، في فرق بين إقنعني وجود ربنا وبين وريني. اللي بيتعامل بيه ذلك، كنت لسه في قريب احد الشباب بيناقشني برضو، يعني برضو في قضيه الالحاد وبيدعي ان هو ملحد يعني. فالمهم بناقشه، هو مصر يعني بدايه النقاش معاه، وده مهم جدا جدا، ما تنقلش في النقطه رقم 2 غير لما تثبت نقطه رقم 1، وده اللي عمله الشيخ عبد الله العجيري في نقاشه مع عمر جبران، ما تنقلش النقطة رقم 2 إلا ما ثبت النقطة رقم 1. هو مصمم إن ما فيش وسيلة يقينية للمعرفة غير التجربة. مصمم. فبالتالي أنت مهما تقعد، اتكلم للصبح بقى. يعني اقعد احكي بقى واتكلم عن القرآن واتكلم عن السنة واتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم زي ما أنت عايز، هو مش هيصدق. المشكلة بقى، الخطورة في إيه؟ خلي الخطورة دي دلوقتي. ايه ما هي دي اللي هنقولها دلوقتي، ايه بقى مآلات التفكير ده؟ يعني ايه مآلات ان واحد يقول لك انا لا اصدق الا بما اراه؟ اول حاجه، اول حاجه ركزوا معايا بقى عشان نبدا نعد الكلام، اول حاجه لازم نفهم ان تصوره عباره عن ايه؟ ان الكون ده حاجه مغلقه، والكون ده عباره عن اشياء متغيره، حركه دائمه. ايا يعني كان بقى، مش بتكلم في الفلسفه هل الاصل السكون ولا الحركه؟ المهم الكون مليء بالتغيرات ونظريات وحاجات دي. فاول قاعده بيحطها اللي بيؤمن بالفكرة ان لا يصدق الا بالتجربة، ان مفيش حقيقة، ان كل شيء نسبي، مفيش حقيقة. يعني تيجي تقول له في اله، يقول لك جايز، الايمان جايز، اي حاجة بقت عنده مفيش حقيقة.
الرد بقى على دي جمع كلمة بالحق في القرآن. شوف الطرح القرآني، شوف الطرح الفكري. الطرح الفكري والفلسفة قائمة أصلا على أفكار بتنقد وتيجي فكرة وتنقد، ودي اتكلمت عنها في المعرفة، درس اسمه المعرفة القرآنية. يقيني أول كلمة بدأ بها المصحف ذلك الكتاب لا ريب. ما ينفعش تتعامل مع القرآن عليه نظريات، نظرية قابلة للنقد، لا. القرآن من الأول إيه؟ لا ريب فيه. وشوف كمية الآيات اللي تكلمت عن خلق السماوات والأرض بالحق، سواء الباء الملابسة مصاحبة للحق من أول لحظة، في حق. التاني صاحب النظرة المادية يقولك مفيش حق. يعني إيه مفيش حق؟ يقولك مفيش. شوف شوف الفكرة، تقول له طيب مش أنت يا عم كنت بتقول من شوية لا أصدق إلا بالتجارب. طب ما يقولك طب ما جايز التجربة دي تتغير قدام. يعني إيه؟ يعني حتى لو أنت أثبتت له الدين ده جدلا ماديا يقولك برضو جايز، جايز تيجي تجربة تانية تنقض دي، مفيش أصلا حاجة ثابتة. وهو ده فعلا اللي المشركين وصلوا له قبل الملاحدة بتوعهم دول. من زمان المشركين خلصوا الموضوع، قالوا بص يعني وبني إسرائيل كده مهما تأتنا به من آية لي تسحرنا به. شوف شوف اللفظ ده، شوف اللفظ ده، ده في سورة العرب. شوف بقى لفظ سورة الحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، مش انت عايز آية حسية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. العلم هيكشف، وده هم زمان المشركين زمان قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. المشركين المعاصرين قالوا ايه؟ لا ده احنا مش فاهمين، بس العلم هيكتشف ده قدام، العلم هيكتشف ده قدام. احنا معولين على العلم الطبيعي، هيكتشف ده قدام. فأول مصيبة، شوف انا عايز، انا كل انا بعمله ايه؟ انا كان ممكن دلوقتي نقول اصول انحراف النسبية وغياب الحقيقة، اصول انحراف كذا، لا انا عايزين القرآن نمسك من خلال الآيات ايه اصل الفكرة اللي لما بتبقى موجودة عند مجتمع بتفرع افكار ضلة كتير جدا، بتنبت شجرة خبيثة، عشان كده القرآن سماها شجرة. يعني مثل الآية بتاعت سورة إبراهيم، في كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الفكرة الواحدة، الكلمة الطيبة بتبقى شجرة بتطلع أفكار كتير، كذلك الكلمة الخبيثة الفكرة الأساسية الخبيثة بتبقى شجرة بتطلع أفكار، بتطلع ثمار خبيثة كتير. لكن الفرق ما بين الشجرة الطيبة أن لها جذور، لأن الخالق سبحانه وتعالى هو اللي تكلم بهذا الكلام. لكن الكلمة الخبيثة ما لها من قرار، ما لهاش أصول، سهل هدمها. فإحنا عايزين من خلال واحد إحنا نتكلم عن أصول الانحراف، لأن لو عدنا نتكلم على الفروع كتير جدا، كل فترة بتظهر كلمة خبيثة وفكرة خبيثة وفلسفة خبيثة تهدم الدين. إحنا عايزين نشوف إيه الأصول اللي القرآن لما حذر منها وتتمسك بعكسها والقرآن عالجها، يبقى أنت هدمت الأفكار دي كلها، الشجرة دي كلها هدتها. صلى الله عليه. أنا ماشي لوحدي ولا أنتم معايا؟ أنا حاسس إن أنتم نزلتوا في الأول وأنا صلوا على النبي كده، نقول حاجة مفيدة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد بدل الكلام اللي أنت عملته بالتخريف اللي أنت بتقوله. كنا بنقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام، بالظبط كده. ف احنا بنقول ان فكرة ان لن نؤمن لك حتى نرى، الفكرة دي وتركيز القرآن عليها، انت اصلا تتعجب القرآن كلمة الدنيا. شوف انا عمال اجي افتح لك ازاي القرآن بيهجم على الفكرة دي. ابحث على كلمة الدنيا في القرآن، اعمل بحث، اعمل ختمة، شوف القرآن تعامل ازاي مع الدنيا. يعني دي احد اوجه علاج القرآن للفكرة الضالة دي. جمع كلمة الدنيا من اسمها أصلا، يعني هي اسمها الدنيا الأدنى، احنا خليناها أو هم خلوها العليا، مش العليا، المقدسة الوحيدة اللي بقت كده عندهم، هي دي الفكرة الضالة. طيب أثار الفكر المادي ده، أول حاجة قلناها إيه؟ النوم بعد العشاء مهم جدا عشان تصحى بدري. أول حاجة قلناها إيه؟ لا مش أول حاجة خالص، أول حاجة من آثار الفكر المادي الصرف ده
النسبي ما فيش حق، يقول لك ما فيش حق، فانت تيجي تكلمه يقول لك لا ما فيش اصلا حقيقه. وهو ده اللي حصل لما كنت بقول لكم بناقش مع احد الشباب، هو يقول لي ما فيش حقيقه اصلا. تقولوا لي يعني طيب لما هو ما فيش حقيقه امال حضرتك بتضيع لي وقتي ليه؟ يعني طب ولما هو ما فيش حقيقه انت بتكلمني ليه؟ يعني ما هنقعد نتكلم 10 ساعات وبعد ما نخلص يقول لي ايه؟ جايز والله. هو ده اللي هو ايه؟ اللي هو برضه في سوره الجاثيه برضه اللي هي ان هي الا حياتنا، برضه في سوره الجاثيه ان نظن الا ظنا وما نحن، هو هي دي الايه ملخص نتيجه الفكر المادي. ميبي. وحتى دوكنز قال كده والله جايز يبقى في مخلوقات جت خلقتنا، جايز. يبقى أول مصيبة من آثار الفكر ده النسبية. رقم اتنين، إيه موقع الإنسان في الفكر المادي؟ يعني إيه موقعك كإنسان؟ يعني واحد هو دلوقتي الغرب تفكير كله فكر مادي صرف، والشرق يعني إيه موقع الإنسان؟ هو دلوقتي بيقول لك الكون ده مقفول عليه كده، مفيش غيبيات، هو الكون شوية ذرات وشوية حيوانات ونباتات وفي انسان. ايه موقع الانسان عندهم؟ ايه موقع الانسان؟ حاجه، شيء من الاشياء، شويه ذرات تكونت، عملت، تطورت، عملت شويه حيوانات، الحيوانات قعدت تتطور تتطور، عملت الانسان. فده موقع الانسان ان هو شيء من الاشياء، حاجه ماده من ضمن الاشياء. طب له روح، طب له فكر، طب له غايه، له هدف، بيبحث عن شيء، بيبحث عن معنى. لا لا، الإنسان شيء من الأشياء، رقم من الأرقام، حيوان من الحيوانات اللي تطورت. ده حقيقة، ده موقع الإنسان الحقيقي عندهم، وهي دي داروين. الإنسان حيوان تطور من ده. ربنا موقع الإنسان في القرآن مختلف تماما. ولقد كرمنا بني آدم. ممكن الإنسان لما يعرض عن الوحي ينزل إلى أسفل سافلين، ودي اتكلمت عنها في سورة التين، رحلة السقوط والعياذ بالله إلى أسفل سافلين حينما يبتعد عن الوحي. طيب الإنسان في الفكر المادي هو حيوان، فبالتالي بما إن الإنسان شيء من الأشياء في الفكر المادي، يبقى هيتم التعامل معه على إنه رقم، على إنه وظيفة، على إنه منتج. قيمتك بالمنتج اللي بتقدمه، قيمتك بالفلوس اللي بتطلعها، قيمتك بالمادة اللي بتنتجها، دي قيمتك. لكن تقول لي مثلا معك شيء من الوحي او ان ده ولا هو يعترف بيه اصلا. انت قيمتك في الماده اللي بتنتجها. انت فشلت في المنتج ده نتيجه مرض، نتيجه ابتلاء، اعاقه ابتليت بيها، يبقى انت لا تساوي شيء، انت صفر. انت ممكن في بعض الافكار وناس قالت كده يتم التخلص منك لانك ما بتفتش. الكون ده مادي وانت رقم، وانت ما عدتش بتطلع ارقام، ما عادش ليك قيمه. فالإنسان فقد قيمته أصلا، أصبح شيء. والتعبير المصري اللي هو التشيؤ، إن الإنسان أصبح حاجة من الحاجات الموجودة، بس حاجة منتجة، فحسب الإنتاج بتاعه، حسب تقييمه نديله رقم. أنت تقييمك، شهادتك، معلوماتك، منتجك بتجيب كام، بتطلع كام، تساوي كام. ده تعريفك عند الفكر المادي، وده اللي موجود حاليا. يعني قيمتك عالميا بالمنتج اللي بتطلعه. لكن هل لك اي قيمه بنوع من الاتصال بالغيب عن طريق الوحي؟ لا، ولا يعترف بيه اصلا، هو مش شايف العالم الاخر ده اصلا. وده بدا يتسرب لينا، ان بقى في احتقار، مش احتقار، في تعظيم زائد للعلوم الدنيويه عن العلوم الشرعيه. بقى ايه يعني واحد يعني قضية العلوم الشرعية مش واخدة حجم كبير أصلا. وهنتكلم على فكرة أصلا تعريف كلمة العلم عندهم، ودي من مقالات التفكير المادي الدنيوي المادي. يبقى مقالات التفكير المادي الصرف ده يعني مقال كلمة، احنا هنعمل دلوقتي، احنا بناخد كلمة لن نؤمن لك حتى نرى، وإن هي إلا حياتنا الدنيا وأحرص الناس على حياة، ونمدها ونشوف هتوصلنا لإيه. لأن الفكرة بتبدأ بسيطة وبعدين بتبدأ توصل. اللي بيريحك جدا لما تيجي تقرأ للغرب أو حد أيا كان، حد يعني ملحد أو غيره، بيبقى مريح جدا إنه يجيب آخر الخط. يعني من الفلاسفة المريحين جدا نيتشه مثلا، لما تيجي تقرأ يعني واضح جدا
احنا شويه حيوانات يعني بيبقى مريح. جاب بيجيب الايه؟ بيشد الخط لاخره، والمعاقين نموتهم وما لهمش قيمه. فبتظهر السوءه امام الناس، العوار ده بيظهر امام الناس، هم قاعدين بيتزينوا بالحضاره، هو بيظهر على حقيقته زي ما القران وصفهم بالظبط. احيانا احنا بنخاف من وصف القران ليهم ان هم كالانعام بل هم اضل. ده توصيف قراني فعلا يا جماعه، اللي هيفكر تفكير مادي هو حقيقه كالانعام بل اضل من الانعام. وياتي يوم القيامه يتمنى ان يكون كالانعام، يا ليتني كنت ترابا. دي حقيقه، لكن احنا نتيجه الزخرفه والاختراعات وهو بننكسر. طيب يبقى اول حاجه لما نمد مفيش حقيقه، الانسان هيبقى مجرد شيء، هيبقى مجرد رقم، منتج متطور من حيوانات ملوش اي قيمه معنويه، قيمته قيمه ايه؟ ماديه. انت قيمتك قيمه ماديه. طيب مفيش حقيقه، الانسان بقى شيء مادي. رقم ثلاثه، ما عادش فيه اخلاق. ليه ما عادش فيه اخلاق؟ ما هي الاخلاق نسبيه، احنا بنقول هما بيقولوا الكون ده مقفول. طب مين اللي هيقول ان فيه اخلاق؟ ما هي شويه انعام بتتصارع مع بعض والبقاء للاقوى. ما عادش فيه اخلاق، ما فيش اخلاق ثابته. يعني ايه خلق التضحيه في المفهوم المادي ده؟ اذا كان احنا بنقول قيمه الشيء بالماده اللي بينتجها، طب ما الدوله دي موتت الدوله دي وجابت خدت فلوسها. استعمرتها وخدت الخيرات اللي عندها، خلاص تبقى الدوله دي اقوى. ده موت ده خلاص يبقى ده اقوى، ده سيطر على ده يبقى ده اقوى، خلاص بقى البقاء. ما فيش اخلاق، ما فيش مفهوم تضحيه، ما فيش عفو، ما فيش تسامح. هو الاخلاق دي ما لهاش قيمه اصلا في التفكير المادي. هو لما تيجي تقول له خلق يقول لك بيجيب كام؟ الخلق كذا يقول لك الخلق ده بيجيب كام؟ عارف زي ما كان مثيري بيتريق، لما تيجي تقول لواحد معلش يقول لك اصرفها منين؟ حتى ايه؟ اصرفها، يعني كل حاجه عايز يحولها ان هي ايه؟ تتصرف. ف التفكير المادي ده بيخلي ما فيش اخلاق. ده مصيبه. ان اي حاجه ممكن تشرعا، اي حاجه ممكن تبقى قانون، الشذوذ ممكن يتحول الى قانون عادي بيقبل به، اي حاجه ممكن تتحول لكده، ممكن بعد كده قتل الاطفال المعاقين قانون عادي. هو بيكلفوا الدوله وماديا ما بيطلعوش منتج وبيجيبوا خساره، وبالدراسه قالت مش عارف كذا وبالارقام قالت كذا، يبقى نتخلص منه. وفين المشاعر؟ مشاعر ايه حضرتك؟ احنا في كون مادي، احنا شويه ذرات وشويه حيوانات، مشاعر ايه اللي خلاص ده نهايه التفكير ده. وده بالفعل موجود، يعني من الكتب المؤلمه جدا جدا الواحد تيجي تتصفحها. كتاب اسمه، في كتابين، كتاب اسمه تاثير داروين، وكتاب اسمه من داروين الى هتلر. بيجيب ازاي فكره ان احنا متطورين من حيوانات ومفيش اله، ازاي هتوصل لواحد زي هتلر انه عادي يموت، عنده سعاده يموت نص البشريه عادي جدا. مفيش اخلاق حاكمه، مفيش دين حاكم له. فده النهايه الطبيعيه للفكره دي. انا اتعمد ان في زمن حصل فيه انبهار بالحضاره الماديه النظر اليها باحتقار، انا متعمد ده، ان احنا نبين مدى حقاره هذه الحضاره الخاليه من الوحي. في زمن فيه انبهار زي ما اتكلمنا في الهدهد والصدمه الحضاريه، في زمن فيه انبهار بهذه الحضاره الماديه، انا متعمد ان احنا نستعمل الالفاظ القرانيه الواضحه انهم الا كالانعام. في زمن زي ما قلت فيه فقدان لهويه المسلم، المسلم بقى في حاله من الانهزام، ان بدا اي حاجه هما بيعظموها احنا بنعظمها بتنتقل لنا مباشره. يعني من المؤسف جدا كل شويه يجي لي اعلان في الفيسبوك على ان مش عارف بطوله ايه مصارعه هتتعمل في ارض الحجاز. شيء عجيب جدا ان بقى اي شيء هما بيعظموه. طب ايه علاقه، ايه التعظيم اللي في المصارعه؟ لسه قارئ خبر مش عارف مين اللي مات في حلبه ملاكمه وضربة، ده قتل مقنن، لكن لو كان مات في مكان تاني ما كان بقت يعني جريمة. يعني ليه كل حاجة؟ لأن هو بالرغم من الفلسفة اللي هم قائم عليها غير اللي عندنا، احنا ليه بنستورد؟ ليه في حالة من الانهزام؟ من
انا عارف انتوا عايزين تفصلوا شويه، احكي لكم قصه ظريفه، حاجه بتفصل شويه بحيث حتى اللي عايز ينام يبقى يسمع حاجه قبل ما ينام. كنت بقرا كتاب جميل بيتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه ده، اسمه العالم من منظور غربي، ابواب المسيري. فبيتكلم ان احنا ليه دايما عندنا انهزاميه وبنستورد كل حاجه على موضوع المصارعه ده. بيقول قصه كده، بيقول عند عودتي من الخارج 1969 زمان يعني، عدى من قدام محلات عمر افندي في شارع مش عارف فين، وكانوا موقفين قدام عمر افندي راجل لابس لبس، يقف رجل يقف امامها متنكر في زي بابا نويل، واحد لابس لبس ايه بابا نويل بلحيته البيضاء وملابسه الحمراء وبداناته الشهيره، وهو امر معروف لدى اطفال العالم الغربي، فهذا جزء من حضارتهم. لكن واقف بقى بابا نويل، واحد لابس بابا نويل عمل بقى يهزر مع الناس وبتاع. مر عليه بضعه اطفال مصريين مشاكسين من ابناء الطبقات الكادحه ممن لا يعرفون هذه البدع الغربيه، مش فاهمين ده ايه، فلم يفهموا بطبيعه الحال هذا الشيء الاحمر الابيض البديل. مستغربين جدا، الراجل انت عامل في نفسك ليه كده؟ ولم يدركوا مضمونه الرمزي، فاعترأهم شيء من الخوف وكثير من الضيق، فالتفوا حوله. أنا بقى العالم ما تسلمها، فبدأوا يعاكسونه بطريقة لا تخلو من العنف. خد يا مالك انت عامل كده ليه؟ عاد بقى ايه ما تظبط يا ابني. فالعيال بقى عنه. فاضطر بابا نويل المغترب المسكين صديق الأطفال هناك إلى أن يمسك بعصا ويدافع عن نفسه. فكان منظرا مضحكا للغاية، بابا نويل مشتبك مع الأطفال في معركة حامية الوطيس دفاعا عن نفسه. فيعني شوف انت ليه مصمم تنقل كل حاجة؟ طب ده جزء من تفكيرهم، جزء من حضارتهم، انت ليه مصمم تنقله كما هو؟ مش بتاعنا، مش أفكارنا، يعني احنا لينا طريقة تفكيرنا. في احاديث يا جماعه، وده قيمه الارتباط بالقران والسنه حتى بدون ما تقرا بقى للمسيري ولا اي حد ولا تقرا كتب فكريه، قيمه الارتباط بالقران والسنه انه بيعيد ترتيب الاولويات. عارف لما يجي حديث واحد جاي يتقدم لواحده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له امعك شيء من القران، ده يعني حديث يجيب للفكر المادي تربنه، يعني مش هيفهمها اصلا، مش هيتصورها، يعني أو أن يقدم المتقن البقرة وآل عمران، هو مش هيفهم ده، يعني اللي يقف في الإمامة الأقرأ هو في حاجات مش هيتصورها، هي مش عنده مش يعني مش هتعمل ايرور، هو مش عنده تعريف ليها أصلا، ما عندوش تعريف ليها. فإحنا ليه نستورد ده أصلا؟ فتاني مآلات التفكير ده غياب الحقيقة، الإنسان يصبح زي ما هما بيقولوا كده شوية ذرات متوسخة ماشية مش عارف ايه، شوية حاجات غريبة، ده تعريف الإنسان، شيء مادي، فبالتالي قيمتك حسب منتجك المادي. رقم ثلاثة، مفيش ايه اللي هيغيب، أخلاق، إن ما عادش هيبقى فيه أخلاق، الأخلاق هتكون نسبية. وحلت على كتاب من داروين إلى هتلر أو تأثير داروين. طيب نشأ بعد كده، عشان ما اطولش عليكم، ودي كنت عايز اعملها درس لوحده بس انا هقولها سريعا هنا. لما رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، ركز بقى معايا التطور، شوف بيوصل ازاي تطور الفكره، لا يؤمن الا بما يرى، حط تفكيره، الانسان في ذكاء وعنده طاقه، حط كل طاقته وكل ذكائه كل ده حطه في الدنيا بس، ففعلا ابدع وانتج وصنع بالفعل حضاره ماديه مبهره حتى لو خارجة عن الاحتياجات. أنا لسه وأنا جاي قدرا بسمع مقطع جميل للشيخ عبد الله الشهري، مش فاكر اسمه، أنا قلت سبحان الله، اسمه الاكتفاء بالحاجات الأساسية في القرآن وفي النظرة المادية، الفارق ما بين طريقة القرآن في عرض الاحتياجات وطريقة التفكير المادي في عرض الاحتياجات. مقطع جميل 9 دقائق. فازاي ان القرآن يعني بيخليك عندك نوع من الرضا، ولما بتيجي تبتكر بتبتكر في اشياء انت محتاجها بالفعل، عكس الحضارة المادية، يعني المفروض الاحتياج يخليك تدور على اللي انت بتصنعه، هم لا بيصنعوا، فلما حاجة تصنع تبقى انت محتاجها، فكل شوية تحس بنوع من الاحتياج جديد، كل شوية عايز تغير الموبايل بتاعك وانت مش محتاج تغيره، بس انت عايز تجيب الاعلى، ليه؟ لان هو بقى موجود، فبيصنع لك احتياجاتك، فبيدفعك دفعا
فكره المول انك تعدي تقعد تتفرج على الحاجات والعربيه وقاعد بت ايه تعبي وانت اللي في الاخر ايه انت اللي هتدفع في الاخر. فده فكره العرض انك انت يصنع احتياجك. المهم يعني كنا بنقول ان لما بقى تفكير مادي صرف حط كل طاقته الذهنيه والابداع اللي عنده كانسان حطه فين؟ في التفكير المادي. فبالفعل بدا ينتج حضاره فصدق نفسه اكتر. بصوا عشان اقول لكم خطوره الفكره دي، تخيلوا لو سيدنا ادم الشيطان جه سيدنا ادم قال له كل من الشجر، ماشي؟ قال له الشجره دي انت لو كلت منها هتكون ملك او ملك على قراءه شاذه وتكون من الخالدين. دخل الاحتياج الانساني البحث عن الملك والخلود، البحث عن الملك يملك او الملكين قيل الطهاره يعني وانسان يتطهر والخلود. تخيل لو هو سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ لا مش للدرجه دي، احنا مش هنحكي من اول سيدنا ادم. سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ خرج من الجنه، اهبطوا منها جميعا. طب تخيل لو سيدنا ادم لو كل من الشجره راح لجنه اعلى ابتلاء، فهنا هيحصل نوع من يصدق ان دي كانت حرام ولا يصدق الشيطان. ده بيحصل ان احيانا من الابتلاء لما يحيد الدين ويهتموا بالدنيا اكتر يحصل تقدم اكتر فيصدق اكتر فينحي الدين اكتر فيهتم بالدنيا اكتر فيتقدم اكتر. هنا تيجي الفتنه، ودي اعظم فتنه في هذه الامه. بل في حديث يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده ممكن يلخص اللي انا عايز اقوله النهارده كله. لكل امه فتنه وفتنة أمتي في المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. في نظري اللي ممكن يبقى خطأ، المال هنا مفهوم أوسع من مجرد الفلوس يعني، المادة عموما. وده اللي حصل في الأمة دي، إن الأمم الكافرة تقدمت ماديا كثيرا عن الأمة الإسلامية. دي من أخطر الفتن اللي بنواجهها. يعني سيبك من اي شبهه والشاب يقعد يناقشك، هو متاثر بالحضاره الماديه المتقدمه. خليك انت بكره تقدم لك انا اقتنعت بالاسلام جدا، مش ممكن انا ازاي ما كنتش واخد بالي من الاسلام. يعني هو بيشجع الكسبان. فاكبر فتنه ان تنحيه الدين تجيب تقدم، ينحي الدين اكتر يجيب تقدم. وده حصل لما حصل مع الكنيسه وحصل مع سقوط الخلافه العثمانيه. ينحوا الدين يحصل تقدم، ينحي الدين يحصل تقدم، فيزداد فتنه. ايه ده؟ زي الدجال كده. هو ايه؟ ما هو الدجال موجود يعني حقيقي، مش بقوله زي اللي بيقوله فكره الدجال، لكن هو ايه الدجال؟ ايه اكبر فتنه في الدجال؟ قمه السيطره الماديه على الكون. فالنظره الماديه بتوصل في الاخر لقول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت. اول ما يسيطر كده وتطلع بقى الارض تطلع خيراتها، هو يعمل اختراعات كتير، يوم يحس بايه بقى؟ ايه؟ ها؟ وظن اهلها انهم قادرون عليه. هي دي بقى المصيبه، انه يحس ان هو ما عادش محتاج غيبه اصلا ولا محتاج دين، ده هو قادر على السيطره على الارض. هنا بقى تنشا نزعه بيسموها العلمويه، اللي هي الساينتزم، اللي هو ان العلم بيقدر يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه. احنا مش محتاجين حاجه، مش محتاج دين. محتاج الدين في ايه؟ انا اتقدم في الطب واعالج الامراض، واتقدم في الهندسه واعمل المباني، وهتقدم في كذا واعمل كذا، وهكتشف وهسافر وهطلع بره الارض وهعمل كل حاجه، وهكتشف سر الحياه وهنعين الجثث عشان لما نكتشف سر الحياه، وهن مش عارف ايه ضد الهرم وضد الموت. اعتقد واهما انه يقدر يعمل كل ده، وظن اهلها انهم قادرون. دي من اكبر الفتن نتيجه انه لما ركز في الفكر المادي انتج بالفعل فازداد فتنه على فتنه. لذلك هم كلمه ساينس يعني ايه يا جماعه؟ كلمه ساينس يعني ايه؟ نطلع جوجل ترانسليت مع بعض كده. كلمه ساينس يعني ايه؟ علم. طب هو اصلا الساينس عندهم اللي هو العلم التجريبي، يعني ما يقولش ساينس على علوم العقيده، ان العلم عنده هو التجريبي فقط، ده العلم. اي حاجه تانية ممكن يسميها
اعتقاد يسميها فيث، يسميها بليف، يسميها ما يسميهاش علم، ده مش علم. حتى احنا مثلا لما نيجي نقول ايه، للاسف لما اجي اقول لك الاعجاز العلمي في القران، انت اول ما نقول اعجاز علمي يبقى على طول ايه، الحاجات الطبيعيه. طب وهو اللغه مش اعجاز علمي؟ وهو التاثير القراني النفسي مش اعجاز علمي؟ لذلك كان بعض المعاصرين انتقد اللفظه دي، وان كان القائل لها ما يقصدش ذلك، لكن عايز اقول لك ان ترسخ عندنا ان بنقول كليات علميه، اكيد بننحي منها الكليات الشرعيه، مش دي الكليات العلميه. ليه؟ وده مش علم. يعني ليه اصبح تعريف العلم، ما هو يعني ايه علم يا جماعه؟ هو يقول لك العلم ده اللي ينفع ان يصدق، اي حاجه تانية هي معارف يعني بتعبيرهم يقول لك تحتاج وثبه عقديه عشان تؤمن بها، لكن مش علم يصدق. لا دي عقيده انت حر فيها. وده يعني في النقاش اللي كان ما بين الشيخ عبد الله العجيري وعمر جبران، الميزه اللي عجبني في عمر جبران، انا استفدت من كلام عمر زي ما استفدت يعني من الشيخ عبد الله العجيري، انه كان واضح، هو راجل واضح جدا. ايوه انا بصدق في العلم، الباقي ده معتقدات، بيقول له ببساطه كل واحد يعتقد في اللي هو عايزه، ان شاء الله يعتقد في المتناقضات، ان شاء الله يعتقد في تخاريف عين معتقدات، لان دي كده كده ما عندكش عليها ادله، خلينا في العلم. فنشات فكره العلمويه دي. انصحكم المحاضره للشيخ عبد الله العجيري اسمها العلمويه، ان خلاص بقينا لا نصدق الا بهذا، وبقينا نقيم بعض. يعني مثلا يعني باب النقد الدعوه يعني او التيار الاسلامي، تلاقي مثلا انا يعني انت جاي تتكلم في التفسير، فتلاقي ايه الدكتور احمد، ايه علاقه الدكتور احمد بالتفسير؟ هخاف انا يعني لما تقول يعني ايه الاحترام الزائد اللي المفروض يحترم ليك لما تبقى انت طبيب، ايه علاقه ده بال، انت ممكن تبقى جاهل في التفسير. فسطوه الدال دي يعني ايه؟ ده نتيجة ان في ناس بتقدس اشياء معينة. طب وده ايه علاقته بالعلم الشرعي؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخرة. مش يبغض كل عالم بالدنيا بس، يعني مش كل اللي يتعلم دنيا ربنا لا، اللي ربنا اداله قدرة وادوات سخرها كلها. يا جماعة انا ما سبتش الدنيا عشان انا عارف الناس عندها حساسية جدا لما بنيجي سيرة الدنيا. خلاص؟ لكن هي متعفنة كده كده، يعني عندكم حساسية وما عندكوش حساسية، ده واقع. ان يعني ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان اللي ربنا اداله ادوات سخرها كلها وساب الاخره. طب ليه؟ تلاقيه لا يحسن قراءه الفاتحه، تلاقيه يتكلم ثلاث اربع لغات ولا يحسن قراءه الفاتحه. هو ده المقصود بالحديث. فالشاهد ان نشا بقى رقم اربعه من مآلات التفكير ده، انه لما وظن اهلها انهم قادرون عليها حسوا انهم مش محتاجين ربنا. يعني في كميه نصوص هنا، شيء يعني الكلام الواضح نشأت نزعة بيسموها في كتاب دكتور سلطان العميري ظاهرة نقد الدين، بيقول في نزعة الإنسانية المستغنية، بيقول إيه النزعة دي؟ ترى الإعلاء من شأن أي موجود آخر فوق الإنسان، هذا يعني بالضرورة تحقير الإنسان. شوف بيقول إيه بقى، شوف الكلمة اللي بتعبر عن تفكيرهم دلوقتي، فبقدر ما يرفع الإنسان من شأن الله، والعياذ بالله عندهم، بقدر ما يحط من قدر نفسه. بيقول واحد تاني، كفار كتير ما تقلقوش، يعني واحد تاني بيقول الإنسان قد خضع لله بسبب عجزه وجهله، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة، اللي هو القرآن صاغها في كلمة إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وخد بالك ظن إنه هيظل مسكين، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة، فقد آن للإنسان يعني أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر الجهل والعجز على عاتق الله، ومن ثم يصبح أي الإنسان هو الله، والعياذ بالله. شوف التعبير صريح لمآلات هذه الفكر، هو يؤله نفسه، اتخذ إلهه هواه، طموحاته الدنيوية بقت هي الإله اللي بيعبده. ده مآل، ده جماعة تطور طبيعي لهذا التفكير. فبمجرد تنحية الغيب هتوصل لكل المصايب دي وأكتر. أنا طولت، آخر حاجة أختم بيها، طبعا موضوع العلموية كان المفروض ياخد وقت أكبر من كده، بس أنا هحلكه على مصادر. إن إحنا حتى لما بقينا ندرس العلم دلوقتي، عجبني سبحان الله، كنت الموضوع ده الواحد مهتم بيه من زمان، عجبني أحد أساتذة عندنا في كلية الطب
حسابه على خير والله حسيبه، كتب منشور صاغ فيه الفكره ان احنا ما بنيجي ندرس اي علم زي الطب او غيره، احنا بندرس بطريقه هاو، كيف، ازاي الخليه بتعمل، ازاي كذا، ما بندرسش بطريقه ليه. يعني مثال بيتكرر كل فتره والنقاشات، الكسوف هما بيبصوا له ازاي، ازاي الكسوف الارض والشمس والارض، بس هو ده اخر ونقطه. المسلم بيتعامل معاه ازاي؟ لا، ايه من ايات الله، ويسبح ويخاف ويتصدق ويصلي. الكسوف عندنا واي وهو ليه ومين، فعندنا ايه يخوف الله بها عباده مع فهم ازاي، هو ازاي ونقطه، ما بيفكرش ورا معلومات دي. فده في كل حاجه، لو احنا كنا بنتعلم العلم، لو كل معلومه انت درستها بيه انك تقول سبحان الله. فهو بيقول انا تحسرت على سنين الطب اللي ضاعت من عندي، ان انا ما كنتش بسبح في كل معلومه كنت بدرسها. لان انت، احنا يا جماعه ماشيين مغيبين، اتحطينا في كي جي 1 واطلع يا ابني، وصلت لغايه ده مش عارف انت بتقرا وخلاص، لغايه لما تدفن ما فيش ولا انت بتفكر في اي حاجه، واشتغل فلوس بتاع وهات خلاص موت العزاء. فحتى الصوان مادي يعني، طب حتى بعد ما انا مت يا جدعان الفلوس دي انا محتاجها اصرفها؟ لا برضو مش الناس تقول علينا ايه. فاحنا ما بنفكرش بطريقه من، وهو ما يعرفش يجاوب السؤال ده اصلا، بل لما بتسال وتزنق في السؤال ده، يعني مش فاكر مين فيهم زي ما قلت لكم كفار كتير، مش فاكر مين فيهم قال اظن ان سؤال من او سؤال ليه اظنه سؤال سخيف. يعني ايه سخيف؟ ما تجاوب على السؤال يعني، هو يعني العقل مش المؤمن يعرف ازاي. ففكره ان دي بتاثر في دي وتاثر في دي وشكرا على كده، ما هو مين اللي عمل ده؟ وده اللي خلى احدهم يقول ان القوانين هي اللي خلقت الطبيعه بجد. يعني لو رمينا شويه قوانين كده على الارض هيطلعوا لنا لا وكتاب وينتشر شيء عجيب فعلا. فالخلاصه ان ده امر كنت محتاج محاضره احلكم فيها على مصادر. اخر حاجه ان اصبحت الماده، وده قلتها في ثنايا الكلام، هي مصدر التقييم، مصدر الحق هي الماده. بمعنى ان لما كانوا بينتقدوا الكفار ان اللي انتم بتعملوه ده باطل، اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. يعني انت بتقول له انت على باطل، يقول لك ده انا معايا فلوس كتير، انت مش يعني وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، وبالتالي ايه؟ وما نحن بمعذبين. هو ايه الرابط؟ يعني هو ربط ان اللي معاه فلوس اكتر هو احسن، وبقى ده عندنا بيتسرب الينا ان تقييم الفكره صح او غلط. وده انا شرحته بالتفصيل في سوره الفجر، لان سوره الفجر في جزء كبير منها بيعالج هذه القضيه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، التفكير ده غلط، التفكير ده غلط نشا عندكم. ليه نشا عندكم؟ يعني ليه التفكير ده نشا عند الانسان؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما. التفكير ده نشا عندكم وتحبون المال حبا جما، اللي هو التفكير المادي ده اللي هو فتنة أمتي في المال. بقينا نقيم الفكرة، بقينا نقيم الشخص تقييم على أساس المادة. بل للأسف حتى تقييم، يعني ممكن تكون علم أو منتج دعوي، نشوف كم واحد شافه، نشوف الكتاب اتباع منه كم نسخة، انتقل ده عندنا يعني بحيث لا يعني لا نشعر. حتى تقييمك لنفسك، وده اتكلمت عنه في مقطع تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز، ان بقيت تقيم نفسك بالانجازات، بعدد الكتب، عدد الاوراق، بقيت كل حاجه ليها ارقامها. عايز تقيم نفسك رقميا، عدد مش عارف ايه، عدد الركعات، عدد المعلومات، بتقيم نفسك كده. لا، ما هو ده مش ده جزء من التقييم مع نظر للعبوديه. فالقضيه تحقيق العبوديه مش تحقيق الانجاز، ده انتقل عندنا زي ما قلت. خطوره الفكره دي ان بتوصل الانسان انه يظن وظن اهلها انهم قادرون عليها، زي ما ربنا قال وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، زي ما ربنا قال عن سبب كفر الكافر ما اظن ان تبيد هذه ابدا. لا يمكن احساس ان الانسان سيطر على كل حاجه وقفل كل اسباب السقوط تخليه يشعر بحاله من الطغيان، وده اللي من اول لحظه ربنا قال لنا عنه في القران
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طب الإنسان بيستغني بإيه؟ بيستغني بإحساسه الوهمي، بإحساسه الوهمي بالسيطرة على الطبيعة. دي كانت أفكار سريعة عن أول أصل أو ثلاث أربع أصول بقى من أصول الانحراف، سواء بقى قلنا لن نؤمن لك حتى نرى، أو وظن قالوا أنهم قادرون عليها، أو نحن أكثر أموالا أولادا ونحن المعذبين. ثلاث أفكار من أفكار الضلال: نفي الغي، إحساس السيطرة على الكون، التقييم المادي للأفكار. ثلاث حاجات دول اتكلمنا عنهم النهاردة، وأشرت لبعض المحاضرات اللي أنا كنت ذكرتها في بعض التفاسير اللي جعلها. في كتاب للمسيري كنت بختلف معه في بعض القضايا، اسمه المادية وتفكيك الإنسان. دي مراجع اللي عايز يرجع، يعني اللي عايز يكتفي من خلال الوحي يكتفي بمحاضرة ويرجع يقرأ بقى القرآن، يدور على الدنيا، لأن عايزين نشوف إزاي القرآن عالج الفكرة دي. يعني ما تيجي تقرأ أي كتب فكرية تلاقيه مثلا إيه؟ تحليل النظرة المادية، مآلات النظرة المادية. القرآن عمل حاجة تانية بقى. القرآن قال لك هي إيه الدنيا دي أصلا، ومين الإنسان، ونشأ إزاي. يعني إذا كان النظرة المادية بتقول إن الإنسان هو حيوان متطور بصورة عشوائية، مين الإنسان وإيه وظيفته، وإنت جاي هنا ليه، ومن أول لحظة إني جاعل في الأرض خليفة إيه دورك. يعني اللي عايش يا جماعة نظرة مادية صرف تماما ويقرأ القرآن بحس بقيمته. وإقروا قصة إسلام جيفري لانج، إزاي إنه لما قرأ أول سورة البقرة أسلم. أسئلة كتير كان بيسألها نفسه، السورة جاوبت عليها. يعني فهم قيمته. أنا ليا الدور ده في الأرض. يعني أنا اللي الناس بتحاسبني بمجرد شهادات وأرقام، أنا ربنا قال عني للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا يباهي بعباده الصالحين الملائكة، أنا. أنت ممكن تصل لأعلى عليين، أنا. ربنا بيقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل، مش أنا. يعني أنت تفهم قيمتك، تفهم الدنيا وحقرتها. اعلموا ده مما يعلم، ده علم. سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ده مما ينبغي أن يعلم، يعني ده دروس علمية تسمعها عن حقارة الدنيا وعدم الاحتفاء بها والتقييم على أساسها. فالقرآن لما عالج عمل ازاي؟ القرآن عمل ايه؟ صنع منظومة كاملة عكس النظرة المادية دي تماما. فاللي ما قراش الكلام اللي انا قلت، ولا قرا الكتب دي، ولا له علاقة، ولا عايز يقرا الكتب دي، اهم حاجة يكون البناء القرآني عنده واضح، بس يفهم دوره في الحياة، يفهم اصله، يفهم غايته، يفهم سبب وجوده، يفهم قيمته، يفهم قيمة الدنيا، علاقة الدنيا بالآخر، يفهم هذه المفاهيم من القرآن. مش محتاجين انه يقرأ حاجة تانية، مش محتاجه بقى يقرأ الكتب اللي أقول عليها أو أي حاجة، هو يفهم ده كويس وما يتأثرش بالحضارات الأخرى، ما يتأثرش بزخرف الدنيا بزينتها. اقرأ مثلا سورة الزخرف، شوف إزاي سواء المشركين أو فرعون كانوا عايزين تقييم مادي. يعني المشركين بيقولوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفرعون بيقول لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ده تفكير مادي وده تفكير مادي، ده تقييم للشخص على حسب الشرف و وده على حسب السورة من الذهب والمال. فطريقة القرآن هدمت الفكر المادي ببناء نموذج آخر يكرم الإنسان ويضع الدنيا في حجمها الحقيقي، ويضع الآخرة في الموضع الرئيسي فيها، ويبين لك أن من أول لحظة لن تهتدي بهذا الوحي إلا إذا كنت من الذين يؤمنون بالغيب. أول لفظ قرآني. وزي ما قلت لكم كتير من مشاكل بني إسرائيل كانت بسبب التفكير المادي، بل أظن مش فاكر مين اللي عمل عن التفكير المادي عند بني إسرائيل، يا إما الدكتور صلاح الخليلي في كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن، يا إما البهي الخوري في كتاب بنو إسرائيل في القرآن، حد فيهم اللي التقط فكرة التفكير المادي. وطبعا اللي أشار إليها كثيرا في خلال التفسير فريد الأنصاري في سورة البقرة، فكرة التفكير المادي عند بني إسرائيل وإزاي ده انتقل لنا، بل حتى بمجرد المجاوزة للبحر بقى عايزين إله مادي، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل حتى تفكيرهم عن الله تفكير مادي، وده هنتكلم عن أصل من أصول الانحراف. قالوا يد الله مغلولة، كل تفكيرهم كان تفكير مادي، انتقل التفكير ده. لذلك وأختم دي معلش أنا آسف،
دي كانت عايز اتكلم فيها مساله الدجال. اكثر الناس اتباعا للدجال اليهود، ده تفكيرهم المادي بيتجلى في ابهى الصور فبيتبعوه. كده احنا بنكتفي من المراجع زي ما قلت لكم، كتاب الماديه وتفكيك الانسان لعبوان المسيري، او كتاب العالم من منظور غربي، كتاب ظريف وان كان هو العالم هنا منظور غربي مركز شويه على المصطلحات اللي هم بيصدروها لنا وبيضحكوا بيها علينا. ازاي كانوا بيشتموا في الخلافه باسم، ازاي كانوا بيقولوا على الدوله العثمانيه اسم رجل اوروبا المريض وليه سموه كده، قصه كده كان مركز شويه على موضوع المصطلحات. من الكتب المهمه اللي يعني مش عارف هل هنفرد لها محاضره اصلا مساله العلمانيه، لان العلمانيه هي النشاه الطبيعيه للفكر المادي. ازاي ده ممكن ربنا ييسر ونحاول نفرد له محاضره، لان العلمانيه انا شايف ان لا ينبغي لمسلم يريد ان يعمل لدين الله يعني ما يكونش عنده تصور عن العلمانيه، ما ينفعش. العلمانيه متغلغله في العالم الاسلامي، فما ينفعش تكون ما انتش فاهم العلمانيه، والعلمانيه اصلا نشات بسبب هذا الفكر المادي. فممكن ربنا ييسر نحاول نشرح نشاتها وتفكيرها، يعني ايه علمانيه اصلا، يعني كلمه بنسمعها كتير، يعني هي العلمانيه هي العالم المنظور، والماديه هي الايمان بالعالم المنظور فقط. فده تطور طبيعي جدا، نشأة العلمانية تطور طبيعي جدا جدا للفكر المادي. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على أصل من أصول الانحراف ونربطه بالعلمانية، الجمع بين الفكر المادي وأصل تاني، وبرضه موجود من خلال سورة البقرة زي ما انطلقنا النهاردة من خلال سورة البقرة. اللي عايز رد على الساينتيزم أو العلموية، لو حد في الاول يسمع محاضره عبد الله العجيري، لو الناس مهتمه اهتمت بقراءه الكتب الفكريه، في كتاب لرضا زدان اسمه نحو منهج وصفي للعلم، بيرد على فلسفات العلم المعاصره. وكده نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.